اعتبر رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك طلب برلمان شبه جزيرة القرم الانضمام إلى روسيا غير شرعي، مؤكدا أن منطقة القرم كانت وستظل أوكرانيا. وأشار ياتسينيوك من بروكسل إلى أن بلاده مستعدة لحماية نفسها في حال استمر التصعيد الروسي. لا نزال نعتقد أنه يمكننا حل الأزمة بطريقة سلمية، أما في حال المزيد من التصعيد والتدخل العسكري لقوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية، فإن الحكومة والجيش الأوكرانيين سيتصرفان وفقا للدستور والقوانين. نحن مستعدون لحماية بلدنا. Thank you.